بعد ألبوم شقي الثوب اللي هو بال 2018. بس الآن مو إني أنا بطرانة وأصرف على، لا بس أنا شيء أحبه يا أخي. دائما الناس طبعا منبهرين إنه شمس كل مرة صار مثل البورصة بالنسبة للشوزات اللي عند الجزمات. يعني كل مرة اسم مقابلة مع شمس كم صار عندك من الجزم؟ أيه. آخر مرة ظهر فوق الألف. هذا مو شيء كويس إن الواحد يستعرض إنه مدمن أحذية. تفضل ادمن شيء في خير، ادمن شيء يسوى. والله شمس حبيبتي أنت وش هواياتك؟ أجمع جزم. كده عجبني نفس الجزمة مرة ثانية وبنفس اللهفة آخذها. طيب أغلى ثمن جزمة شرتيها بحياتك؟ إنه فعلًا أنا تقولين أنا ما أدري كيف شريته. لا تسألني يا شاب، لكن أنا اشتريته. كانت 25,000 يورو. جزمة 25,000 يورو كانت من باريس، لأن مكتوب عليها إن هي أول نمبر وان تصنعت في الكولكشن هذا. 25,000 يورو؟ أي والله. 25,000 في 4.25 يعني حول 115,000 ريال. ما أعرف كم تطلع في ريال بس. قيمة سيارة ذي. كنت في باريس يس، كانت خلاص يعني مت عليها. هذا الرقم يبغى له تعقيم هذا الرقم.